اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه الرشيد وحلقه جديده ومميزه من برنامجكم برنامج اربح مع تيسير. اليوم حلقتنا جدا مميزه، حلقتنا برعايه شركه صدى المعرفه الكائنه في كراده خارج مجاور حلويات ابو عفيف والمختصه وهي الوكيل الحصري ماركه اوكيا الخاصه باجهزه التكييف اللي دزوا على خبراء من الصين يجوا يدرسون المناخ هنا بالعراق وصمموا لنا سباله من طن الى الخمسه طن. عوف ذني سولف لي على الكنتوري، الكنتوري من طنين الى الخمسه طن. عوفه سولف لي على السقفي وسولف لي على الويندو وايضا سولف لي على المركزي الخاص بالدوائر والبيوت الكبار، وايضا احكي لنا على التبريد الواي فاي اللي اشتغل على الانترنت. كل هذه محاضراتكم مع شركه صدى المعرفه وهي الوكيل الحصري الماركت اوكيا. طبعا ضمانهم 3 سنوات، سنتين وتسعة اشهر، يطق عندك قفيص تخابرهم يابا ترى ايش صار عندي، يجوك لبيتك ينصبوا لك الجهاز ويقولوا لك احنا الممنونين وتأمرنا امر. وحنبلش حلقتنا اليوم بين اهلنا وبين ناسنا، همنا الوحيد احنا نشوف ونسلم عليهم ونعطيهم الجوائز، اما عن الاسئله فاحنا بس نحب نسولف وياهم ونشاق. وبلشنا حلقتنا وام الخير قناتكم قناه الرشيد، يلا تعالوا. سولف وياكم. اهلا وسهلا بكم. واسالكم وبيك اكثر انت الباشا. وبيك اكثر يا طيب. تربحون وياي وانا دروج اروح لاهلي. اهلا وسهلا فيك. اخذ لنا المايك يمك ونسالك اول سؤال. أيه. ركز وياي. انا حاسالك 5 اسئله. الاول والثاني لاني عم يصير لك واهس. أيه. سهلات ما فيهن جوائز. تشجيعية. الثالث جائزته توب معجونيات حمر. حلو. ام الحصونه. الثاني بي تليفون. ماشي. الثالث بي سبلت. ركز وياي. نبلش باشا؟ بلش. ٥ + ٥ = 25. ٢٥. انا اخوك صفنت علقت. هاي السهلات 5 + 5 = 10. مو صحيح؟ ايوه. كمل لها 5 زيد. 15. رحم الله وجهك. وصلنا للسؤال الثالث هسه، لان السهلات راحت. السؤال الثالث. اكو نوع من انواع الطيور يرضع ابنه. نوع من انواع. الخفاش. ها؟ الخفاش. بطل هذا راقي الباشا اعطي جائزته. الخفاش صحيح. ايه الخفاش باشا هاي جائزتك واحنا خدام. صحيح الخفاش والله انا هيك يصير لي واحد اسال هسه الباشا يجيب مكانك. باشا تعال تعال دم بالفل. صدق بالفل. تعال تعال ونعطي مكان لك اخوك يا اخوي. شلونك باشا؟ الغي ذهب. اعيد لك اياها؟ 5 عرفت السالفه. انت السهلات عندنا. 15 من الاخير. من الاخير من الاخير باشا. عيوني. سؤال ركز وياي. وهو بحيرة البجع. نعم. معزوفة أوركسترا قديمة معروفة ترجمت إلى الألماني والروسي والفرنسي والعربي. من هو مؤلف هذه المقطوعة؟ غير. نغير لك واحد؟ إي. يلا نغير لك ولا يهمك. باشا. عام 1996 98 منو فاز بكأس العالم؟ ومن هو اللاعب اللي جاب الهدف اللي حسم المباراة؟ هذا سؤال من سؤال. البرازيل. أرجنتين. ها؟ أرجنتين. برازيل. كانت عدد جاب كلهم. لا هاي ولا هاي. فرنسا. هاي نعتبرها صح. صح. من اللي جاب الجول؟ أذكرك بي. رفع هل الجول شيء قوسية. لاعب أشقر طويل. سوي ذا الحصان. مو رياضه هالكذا. ها اي والله. زين انت بالفني ما هذا. يلا شرفنا غافي. اهلا وسهلا. زادنا شرف. بعد اخوك فايز ماكو فرق. والنعم. يلا والنعم. تعال باشا. تعال يلا. يلا مستمر. الله يساعدكم. هاي كلكم شلون؟ يلا. يلا مستمر. تعال اخوي تعال. هلا حبيب عمو. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الرشيد مستمرين وياكم. باشا الله يساعدك. شلونك يا حبيبي؟ شو اخبارك؟ قناه الرشيد ام الخير قناه كل العراقيين. وانت باشا واخونا وحبيبنا. اشكرك. اليوم حلقتنا برعايه شركه صدى المعرفه الوكيل الحصري الاوكي. حنسألك 5 أسئلة. أيه. الأول والثاني سهلات. أيه. عندك الثالث بجائزة فلوس. أيه. وعندك الرابع بتليفون والخامس بسبلت. ماشي. مقدم من شركة أوكي. ماشي؟ ماشي. بالتفقين؟ نبلش؟ نبلش. يلا. العراق شنو عاصمته؟ بغداد. زين بغداد شنو هي؟ بغداد محافظة. عاصمة العراق أنا محافظة معود تلاحقني. عاصمة العراق. يلا الحمد لله. هاي سؤالين رايحين سهلات. نبلش؟ أيه. من سؤال تلاحق لي وين هذا؟ ولك تليفون ما تليفون الأسئلة بالتليفون. نايم سجلوني موتني يلا. اي باشا عين الحيوان المكرم السامع الكبير اللي هو الفيل. اي الانثى مالته شو اسمه؟ اكو انثى الفيل يطلق عليها اسم شو اسمه؟
ضد الفيل. ها غير السؤال. اغير لك السؤال؟ صار بعيوني. انا جايب هاي وياي شو اسمه؟ راشيتي. تم ذيك السؤال سالته. اه اسالك سؤال؟ بعت البجع هاي يا طير. يباوع باذنه. طير يباوع باذنه. طير يباوع باذنه. قفاز؟ المغرب نستنى بالعيد. قفاز قفاز. اه صفقوا له عمي جايين دفانا يا جماعه. انا جايزتك جايزتك. اه وهاي جايزتك مقدمه من شركه. صدى المعرفه من خلال قناه رشيد تومر نامر. شرفنا باشا. يلا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام بين اهلنا وبين ناسنا. يلا وبعدنا استاذ احمد نسى المكسر فشويه ماكو احد. يلا مستمرين وياكم. السلام عليكم. وعليكم شلونك يا حبيبي؟ الله يحفظك. شلون صحتك؟ قناه الرشيد ام بخير. اهلا وسهلا. وبرنامج اربح مع تيسير، يعني اربح وانا تيسير اخوك. اي والله ما شاء الله رحم الله. السلام عليكم اخوك. شلونكم؟ الاسم الكريم؟ حسن. حسن واخوك؟ حمودي. حمودي اخوك؟ ايه. من اكبر له؟ لا هو. هو وجنابك؟ ربعي. هم اخوك؟ الوسطاني. هم مستلمين امي. لا حمل لا شك. الله يحفظكم ان شاء الله، يعمر بيتكم قطع على طريق تعال تعال. باشا راح اسالك خمس اسئله. ايه. الاول والثاني سهلات. ايه. لنا حلويات. ايه. الثالث بجائزة حلوة. ايه. والرابع جائزة تليفون مقدم من شركة أوكيا. ايه. والخامس سبلت تحطه هنا أنا وعلق. إن شاء الله. يلا. على ظهري. آه إلزم. ايه. السؤال الأول. السؤال الأول. خلي يطلع عمي. يلا عمي. يلا. سؤال بس خلي يطلع. طلع. السؤال الأول. ايه. السهلات. سهلات. متفقين. متفقين. أكو نهرين بالعراق شنن؟ دجلة الفرات. عافية عليك. زين هذا السؤال الاول اللي قلنا سهل. اي سهل. زين هاي دجله والفرات وين يلتقين؟ يلتقين بشط العرب. اي وين يا محافظه؟ محافظه الباصره. عافيه عليك. يا منطقه؟ القرنه. القرنه عافيه عليك. تسلم يا باشا. وصلنا هسه للضيم. 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 اسكت شوي على كيفك ويانا. بما انه انت هنا. اي والله. سايق على تمه. اي والله. زين حاسالك سؤال. ان شاء الله. السؤال يقول يا دوله. ايه. يا دوله. ايه. بالعالم. ايه. عندها قانون تحاسب على السمنه. السمنه؟ اي على السمين يعني. اوروبا. ميو؟ انا قلت لك قاره؟ قلت لك يا دوله. ها ايه. يا دوله. اي هسه يقول امريكا الجنوبيه. لا مو امريكا الجنوبيه. يا دوله والله. واحد. اليابان. اثنين. اليابان؟ ايه. والله فاز وياي زرقة بضرب. زرقة بضرب لك هذا ما عنده. شو عرفت اليابان؟ بكويته. لا مو بكويته. لان انا عندي قرايبي هناك في ذاك اليوم راحوا وحاسبوهم على السمنه. هاي آه جائزتك مقدمه من الله يخليك شركه صدى المعرفه ام الخير. اوكي الله يسلمك. وقناه الرشيد وتومر نامر. اهلا وسهلا. اسال اخوك؟ اي ان شاء الله. اخوي هذا امس اقول حتى من اخوتك. اخوتك كمان خلص. تعال سلف. لا لا تعال تعال بس الدار علي هون. تعال هذا اخوك عاثر. يا حظ اخوك مو وقف لك شو تعبته؟ شو تعوف اخوك؟ خادمه. هنا اخوك مخلص التمه انطفر. اقول لك عيد لك اياها. الخميس ارسل. اه والله عريس. أيوة. يلا عاد ركز وياي عمود نجمزك بتليفون. أيوة. ماشي. ركز وياي. يقول لك حاسالك سؤال رياضيات. نعم. حلو؟ رقمين متتاليه. واحد زين اذا جمعناه ويا الثاني يطلع نفس النتيجه اذا ضربناهم زائد 11. يعني اذا ضربناهم في هذا الرقمين واحد في واحد هذا الرقم وهذا الرقم أيه. يطلع الناتج مالته هو هذا الرقم زائد هذا الرقم زائد 11. رقمين متتاليه يعني واحد ورا الاخر. رقمين متتاليات؟ اي اذا جمعناهن أيه. يطلع الناتج 11. يطلع الناتج نفسه اذا ضربناهن. ها آه. واحد اثنين لو باقين على اليابان يم اخوك والله وايد احسن لنا والله العظيم. يلا مستمرين مشاهدينا الكرام مستمرين. يلا مستمرين. عم الله يساعدهم. شلونك؟ اه نايم انت شنو؟ لا قاعد. شلونك ما شاء والله ما شرفنا باسمك. حمودي. حمودي؟ اي اسمك حمودي؟ اي حمودي. زين محمد؟ لا حمودي. حمودي بجنسية؟ اي حمودي بجنسية؟ اي ابوك شو اسمه؟ رحيم. حمودي رحيم؟ اي الله يحفظك الحج ان شاء الله. واخوي هنا؟ عباس. عباس والنعم من عباس. يابا انت هسه وقت العملة دخلنا هذا نشتغل. يلا الزم من المايك. قناة الرشيد ام الخير. زين باشا هذا والله مقطاطي.
الرابع ضيم وخامس يبوه كله ضيم. جاهز علي من بعد. والله. جاهز؟ جاهز. معلومات عامة هي. نبلش؟ بلش. السؤال الأول. اعطيني دولة مجاورة للعراق من ناحية الغرب، هذا سهل. من الغرب. دولة من الغرب. يا حظ عمان ايش بيك؟ أردن مو بالغرب. ايه. سوريا مو إلا عادي ما تحكي. يلا هذا بالسهل بالسهل وعلق. زين هذا السؤال الثاني هم سهل. اعطيني دولة مجاورة من الجنوب للعراق. بويا ضعم حمودك كل شيء ماكو صدق والله هذا سعودي سعودية كويت كويت اه صدق يقول لي الكويت او صدق لا على على مو صحيح صحيح كويت يلا هسه خلني اسالك هسه خلني اسالك حبي هذا السؤال من معجونيات اي عظام عظام الانسان عظام الانسان اي عظام الانسان كلها ايش قد عددها عباس ناقص ثلاث البوك لسه مو يجي السر يلا ها حمودي ما وقت 260 انا مسمع من العينتين قال لك 206 ويقول له 260 باللوفر ها خله يجي عباس عباس الله يساعدك حبيبي يلا حمودي حلويات كل شيء موظف خلص علينا بالماطور يقمش عباس انت هذا يهون على عباس على حمودي فقره والله العظيم فقره حبي حبيبي 1998 كاس العالم منو فاز؟ ومن جاب الجول نهاية اللعبة اللي حسم اللعبة برازيل البرازيل لا غلط فكر بعد شوفوا شلون جنبست هي فرنسا هي فرنسا وبرازيل لا برازيل خسرت من قابل من يفوز الصليخ غير فرنسا زين من اللي قول عم جنبزك بجائزة حلوة درب الرياض زيدان بعد اكو لاعب عندهم طويل اشقر ذي الحصان مسوي معروف رفعها هيش كفة للجول بهجمة مرتدة. طويلة. أول حرف من اسمه بي. بي. أول حرف هو اسمه ثلاث أحرف. بقى حرفين يا حظي. بيروف. بيروف. خاف كلاشينكوف خاف. والله العظيم يلا شكرا يا عباس. حبيبي. يلا مشاهدينا الكرام مستمر الله يساعدك. تعال وقف تعال 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 شلونك يا حبيبي؟ شلون صحتك؟ هاي سألنا عباس. انزل انزل. سألنا عباس كل شيء مالك حديقة شلونك حبيبي؟ انت وين جاي من؟ انت من وين كنت هناك؟ هنا مال العاب ها مال العاب الله ينصرك ويحفظك قناة الرشيد ام الخير واحنا نحبك ونسيلك فركز ويانا ان شاء الله ماشي؟ حاسلك خمس اسئلة الاول والثاني والثالث الاول والثاني لان هيك سهلات والثالث والرابع والخامس تركز بين جوائز متفقين؟ يلا يابا بس اعطينا مجال شوي يلا بلش وبلشنا اسمك الثلاثي كرار علي سعود والنعم بن كرار كرار هاي المنطقه شو اسمها كرانه ها كرانه داخل كرونه كرانه داخل ها كرانه داخل عايش ايدك عايش ايدك بس ارفع لنا صوتك حبيبي هذا اول سؤال قلنا سهل شو اسمه كرانه ويوم الكرانه شفع الشرق المنطقه ابو نواس ابو نواس عافية عليك هاي السؤال الثاني نجي عظم السؤال الثالث ركز وياي اذا تسمع رد من الجماعه انا ما لي علاقه ماشي انا مركز عليك ماشي طير من انواع الطيور يرضع ابنه شربه حليب من وقته عوف هنا ما وين بقي عندك طير طير من انواع الطيور ركز وياي يرضع ابنه لو زقنه لا يرضع ابنه حليب معروف هو يعتبر من الثدييات هذا طير معروف ها اغير لك السؤال أغير لك السؤال أكو ابن طير يشرب حليب من الطير هذا الطير ينو أسألك بالفلة بالرياضة 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 ماشي من التسعينات لا شو وقت ما هو أنا أسألك سؤال حلو أرض ربحك منو أقدم واللي يعرفه الشباب خليه يحتفظ بالمعلومة منو أقدم البرشلونة ولا الريال أقدم بالتاريخ تاريخهم عليه برشلونة برشلونة صفقوا له وفازوا وياي جنبي جنبي عاشت ايدك وفشت وياي اسمك؟ كرار كرار قناة الرشيد ام الخير وشركة صدى المعرفة وماركة اوكي يقولوا لك تدلل هاي محتاج المايك تناشى اللبن يلا شكرا شكرا مستمرين ياكم مشاهدين الكرام مستمرين قل 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 قل
منتجات أوكي للتكييف من أفضل وأرقى المنتجات وأقوى المنتجات الموجودة عندنا بشركة صدى المعرفة. ضمان ما بعد البيع، أسعار تنافسية، وأيضاً ضمان حقيقي موقعي لمدة 3 سنوات. قسم التبريد المركزي، منظومات الـ VRF، منظومات ذات مواصفات فنية عالية، يعمل بغاز 410، الصديق للبيئة والموفر للطاقة. ومنظومات VRF لدى أوكيا واصلة الجيل السادس بالتطور، وهذا ما يميز أوكيا عن بقية الشركات اللي تستخدم الجيل الخامس. السلام عليكم. هذا طفل اخونا؟ لا لا مين. وين تستريح؟ شلونك؟ خلي روح ورا خسران. يلا خلي. الجوائز الحلوه وقناه الرشيد والله. شلونك؟ هو يعوف اللفه تحطير اللفه. بعدين شغل ما شاء الله يسالك. شوف انزل قناه الرشيد ام الخير. انزل المايك يشربك. بكيفك وانا حيك وحبيبك. راح اسالك وانت تجاوبني. طيب. نعطيك 5 اسئله. الاول والثاني سهلات عم نسوي لك واحد. والثالث والرابع والخامس صعبات. لا يا بي. والله العظيم بلش 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 وبلش. شلونك يا باشا؟ الله يخليك. شو اخبارك؟ اذكر لي قمة جبل بشمال العراق سهله. اذكر هاي وراك انت هاي حشرت بيه ما خليتنا كمل. زين اذكر لي نادي عريقات بالطاوله العراق جو يوزاره في دول الحلقه كاي سعد بالدين هاي عظيم شرحنا بيهن وبعدين هو يا بس سرحنا بيه سعد سرحنا بالقناون وبعدين لا انت باشا وتامرنا ورده. الفيل ايه الفيل ايه انت الفيل شو اسمك؟ فيله. والله قوي عشان فيل انت الفيل ايش بدك؟ زين نسهلها عليك عفوا اعطيك واحده سهله. يا فيل الزواج خنزير شي خلفوني خلفوني لا فيل مخنزر بعد صدق صدق فيل مخنزر هسه انت الفيل ما تعرفه؟ لا اغير لك السؤال غيرك يلا مثلث برمودي مثلث برمودي يا حظ وين صاير عليها محيط؟ خب انا حليت لك اياها محيط محيط الهادي؟ اللي محيطين تقول الغلط يا حظ يلا عادي يلا تحتاج تليفون؟ شو اللفه مالتك؟ مستمرين مستمرين. الله يساعدك. شو وين انت؟ شو شو انا سالك؟ سالك جاوبني؟ يلا انا خطار البصره. البصره والنعم حبيبي جاي من البصره اخوي اخوي وياك؟ صدفه والله صادق بس بيك اشوف. اخوي اخوي جاي من البصره. شلون البصره؟ والله بخير نعم البصره تخبل بها الطيبين. خير خير نعم صحيح؟ اي والله. حضرتك شو تشتغل؟ انا كاسب. كاسب؟ اي بالمعارض. بالمعارض مع البصره. مع البصره شلون شربكم زين؟ خير نعم. بصره شلون؟ نعم بصره طوبه اخوي حار حار طبعا. ذاك اليوم قناه الرشيد وشركه صدى المعرفه صورنا حلقه هناك بالبصره. خجلونا بالكرم اهل البصره. انا بخدمتكم. وانت لا خادم ربك زين باشا واحنا شوفتك بالدنيا حبيبي فحنسالك سؤال واحد وتجاوبنا عليه. تفضل حبيبي. شلونك؟ خير عساك دوم بالخير. وهذا اخوي فايز ودلل من البصره. وينك لك سجودي؟ اعطيني تليفون لاخوي. هو اجاك تليفون لازم المايك. مقدم من شركه صدى المعرفه الوكيل الحصري لشركه اوكي وتؤمرنا امر وقناه الرشيد ام الخير. اعطيني بوسه. يلا شكرا شرفنا في مال لاغاتي. السلام عليكم. السلام. شلونك تاج راس؟ شلونك؟ هاي تليفونك خليه هنا. عمدة خلي تليفوني هنا خابطن. شلونك اخوي؟ خلي المايك يمك هاي لك. قناة الرشيد ام الخير. حياكم الله. اليوم حلقتنا الله محييك برعاية شركة صدى المعرفة حضرت لك الهدايا الحلوة. نسألك 5 اسئلة. نعم. الأول والثاني سهلات. ايه. عمدة سلك واهز. نعم. والثالث حلو. نعم. معجونيات حمر. نعم. والرابع ابو التليفونات. نعم. والخامس سبلت. نعم. ماشي؟ ماشي. فنبلش وياك؟ نبلش. وبلشنا سادوني بابا ويا اخوي حسيتك اول سؤال سهل وحلو. اكو تقريبا كانك رايح شمال العراق. ايه. معلم اثار اثري عراقي. ايه. يسحوا لي سامر منوي. عاشت ايدك عاشت ايدك. فاز وياي اول واحد. ثاني يلا ثاني بس علينا المايك. ايه. الثاني اكو فريقين طوبه. ايه. عندي 2. ايه. مشهوره بالعراق صارت. ايه. اقطاب.
اي شنو شنو؟ الزوراء وجوية. آه يخبرون عن بذول توب الله يحفظهم. يلا بارك الله. هسه جينا عظم. حلو. جينا عظم. الجماعة راح يحشرون هنا. الفيل. اي. ماذا تسمى أنثى الفيل؟ أنثى الفيل. والله عنده هورن أبو. أنثى الفيل. اي. أنثى الفيل. أنثى الفيل. أنثى الفيل. واحد. يلا. بابا راحت عليه. أنثى الفيل بابا. يقول له فيلة والله والله قاري. آه غير لك إياه؟ لا هي أنت الفيل. هذا صعب عوفة. إحنا نريد نربحك. يلا. سؤال نحن غير لك السؤال. يلا. دولة من دول العالم. إي. عندها قرار تحاسب على السمنة. إذا واحد سمين تحاسبه. إي. يا دولة. ممنوع عندهم واحد سمين يعني. يحاسبون على السمنة. إلا الأوزان الخاصة الرياضيين. هم عندهم رياضة خاصة بالسمن. حلت لك إياه. لا مو روسيا لا لا. روسيا وكوريا بعد عدد وانا عندي اطلس عندي والله. واحد حاسب على السمن. ثلاثة أربعة خمسة حاسب على السمن. ستة سبعة لا لا ثمانية. يابان. صين يابان. ايه والله صحيح. اليابان وانا شفت قال لي الصين هذا قلت لك اطلس فاجي جاي امر لامر. هاي جاك تليفون هذا التليفون كيف هذا كيف هذا هاي مو لك على البوبجي مقدم من شركة صدى المعرفة. نعم. هي الوكيل الحصري الأوكي من خلال قناة الرشيد وتأمرني الأمر ممنون منك. ممنون. لك هو هذا لك هو بابا يطي تحب الشيء قناة الرشيد ممنون منك قناة الرشيد قناة الرشيد قناة العالة العراقية طبعا بدون مجاملة الله يحفظك بدون مجاملة الله يحفظك ونشرف يعني احنا من الصبح لليل على قناة الرشيد الحمد لله شهادة اي والله شهادة ونشكر مديرها العام الله يحفظك ويسلمك رئيس التجمع العراقي الله يخليك ويسلمك ونعمل سعد عاصم الجنابي شرف شرف وكل مذيعيها ومقدمي برامجيها كلهم جميلين جدا الله يحفظك وكلهم يعني مثقفين جدا ممنون هاي شهادة هاي شهادة من الشرف يحفظ لك العائلة الولد والأختي الغالية الله يبارك فيك والتليفون هذا ما لا تعطي بوبجي خلص بعد اقرا يلا شكرا غالي في مال الله في مال الله مع السلامة مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام السلام عليكم شلونكم اغاتي عمي خل اقعد يمكم شلونكم اغاتي ما شاء الله شباب ما تشتهي قوم لك كله السلام عليكم قناة الرشيد ام الخير وانا اخوكم وخدامكم برنامج اربح مع تيسير عندنا نسالك خمس اسئله نسالكم خمس اسئله اثنين منها حلويات عم نسوي لك واسه تجاوب ماشي يعني بسيطات نبلش يلا بس يا معود بس كنت عارف كذا نشتغل يلا انزل من هنا شلونك باشا بلشنا طابوق اعطي لك وقت كل يوم يلا يلا باشا قلت لك خمس اسئله اثنين منهم بسيطات ماشي بسيطات لو بسيطات صارت عركه بحلقي يلا اثنين بسيطات بلش بلش وبلشنا شنو عاصمه بغداد؟ بغداد عاصمه من بغداد؟ العراق العراق هذا اول واحد اعطيني فريق او نادي طوبه عريقات وقديمات في العراق هو الجويه والزوراء يا عيني عليك هاي عبرناها هسه جينا عظم جينا عظم هذا شلشني يا ولد شلشني هذا وخر لي شلشني سر السعده ها سر السعده زين هو اذا ما عرف وين راح اجيك والله مخاطر والله مخاطر يلا بلش 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 باشا الفيل فيل اجل لك الله حيوان الفيل الانثى مالته شو اسمها لا تقول لي فيل ما اعرفه معرفه بالعربيه اللغه العربيه يعني قصدك تريد لها تسميه ها لها تسميه واحد اثنين ثلاثة أربعة أفيال خمسة لا حتى رابع ها اخوي عبر ها اخوي ليش بي صايم غير السؤال غير احكي ما يصير غير السؤال ايش بيك يا حبيبي غير السؤال ها نايم اخوي ها يلا يلا اخوي افترنا 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 يلا غير السؤال هذا والله يلبق موتني ها يلا ماشي يلا مخطاطه مو قلت لك مخطاطه الله ما مخطاطه الله يساعدني ما اخذته الله يساعدني ما اخذته بالقران الكريم يلا نبلش نبلش طابور يلا
بلشنا باشر بلش. عيد لك ياي غير السؤال اي ما الفيله يا يلا غير السؤال بكر ودلل باشي حيوان او طير من انواع الطيور نعم ماشي يشوف بداناته شو بداناته خفاش ها خفاش مع الصوت وصف قوله وفاز وياي صحيح والله هاي جاك التليفون التليفون الامور ممنون جهاز مقدم من شركه صدى المعرفه الوكيل الحصري الاوكيا وقناة الرشيد ويقول لك تأمرنا أمر ومقصرين رحم الله وديك والله يديم اللمة الحلوة الله يعوضك وهذا اللي بقلب الله يسعدك يا حافظ دفرح لي خيك دفرح لي هلين يلا في مهلا السلام عليكم حبيبي شلونك يا حبيبي الله يسلمك اثناء التصوير وانا لا اصور هنا انت جيت حشيت وياي صحيح وقناه الرشيد قناتك وشركه صدى المعرفه سباقه بفعل الخير نشكر قناه الرشيد وكل القائمين على قناه الرشيد ونشكر شركه صدى المعرفه وكل القائمين على شركه صدى المعرفه الوكيل الحصري الاوكي يقول لك تؤمر امر الله يسلمك بس احنا قبل ما يعني وصلنا لنهايه الحلقه بدنا نسولف وياك شويه سولف حضرتك شو اشتغل انت؟ انا اشتغل يم واحد هنا تشمبر يعني تشتغل بشمبر؟ يم واحد هو تشمبر يعني تشمبر مو لك؟ لا لا العمل عباده الله رزقك ان شاء الله الله يسلمك الوالد موجود الله يحفظه؟ موجود موظف على قد حاله موظف وين؟ بوزاره الثقافه وزاره الثقافه ها بالثقافه؟ شهد عليه ثقافه رواتبهم الله يرزقك الله يسلمك الله يرزقك ويحفظ لك الوالد الله يحفظه يخليكم ان شاء الله خير وعليكم بيتكم ايجار ملوك؟ ايجار ايجار؟ انت كم واحد بالبيت؟ ثلاث اخوان وابنيه وبس انت وابوك تشتغلون؟ بس انت وابوك تشتغلون؟ بس الحجيه موجوده طلاب الباب موجوده وربت بيت؟ اي طبعا الله يحفظها الله يسلمك حبيبي استاذ شلون الشغل هنا؟ والله يوم زين يوم مو زين تعرف بعد الدشاره هذا يعني ما يعرف هو هذا صحيح وهسه الوضع يعني كل ما نسولف نحس انه اكو ركود بالسوق مو صحيح؟ اي والله وخصوصا احنا يعني مقبلين على شهر محرم الله يحفظكم ان شاء الله الله يسلمك حبيبي استاذ طموحك شكو ببالك شو تريد تصير؟ انت مستمر بالدراسه؟ انا مستمر هاي عندي مرحله انا بالكليه اي مرحله الكليه والله عم معدل طالب كليه ويشتغل عند واحد عنده تشمبر والعمل عباده ويساعد اهله ويساعد ابوه وعافيه عليك الله يسلمك يا مرحله انا مرحله ثانيه ثانيه هو ما حد يعني مرحله ثانيه ان شاء الله اخيره احنا السبع والمعدل مثلك اللي يشتغل الله يحفظك ويساعد اهله نتشرف فيه وشركة صدى المعرفة يقول لك تأمرنا أمر ما يا مالك هدية من خلال قناة الرشيد أنا جائزتك فيها بالجائزة الأولى الله يسلمك تفضل يا حبيبي فجائزتك مقدمة من شركة صدى المعرفة وهي الوكيل الحصري لأوكيا دزوا لك سبلة هدية شكرا تروح لهم هم بكر رادة خارج ومجاور على أبو عفيف تسلمهم الظرف وتستلم الجهاز اللي يعجبك ماشي وتأمرنا أمر الله يسلمك والله يعمر بيتك تفضل يا باشا هاي جائزتك شكرا لك ممنون يلا طيب وسهلا سلمنا على الحجي سلمنا على الحجي مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم الى نهايه حلقه هذا اليوم اللي ما بي خير على اهله وناسه ما بي خير على نفسه قناه الرشيد قناه كل العراقيين تقول لكم تؤمرون امر اسئلتنا جدا بسيطه معلوماتي جدا عامه احنا الغايه منها انه نوصل لكم الفرحه ونعطيكم الجوائز وهل نقدر عليه واحنا مقصرين حلقتنا جدا مميزه كانت حلقتنا برعايه شركه صدى المعرفه وهي الوكيل الحصري الماركت اوكيا دزولكم على خبراء جو العراق درسوا حاله المناخ وصمموا لنا السبالت من الطن الى الخمسه طن والكنتوري من 2 طن للخمسه طن وايضا الكاسيه السقفي وعندهم القطع الخاصه ل 8 طن وايضا عندهم المركزي وايضا عندهم الواي فاي سبالتهم تشتغل على الواي فاي على الانترنت وين ما تكون انت تشغل وتطفي خارج العراق داخل العراق وبصف البيت بس تفتح له تشغل وتطفي انتظرونا الاسبوع القادم وبرنامج اربح مع تيسير سامحونا هواي حكينا وفي مال الله شركه صدى المعرفه كرادة خارج مجاور حلويات ابو عفيف